تعرب وزارة الخارجية عن قلق مملكة البحرين وأسفها الشديد للمواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وانعكاساتها الخطيرة على أمن وسلامة المواطنين السودانيين. وتدعو مملكة البحرين الفرقاء السودانيين إلى تغليب الحكمة والعقل، وقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعا لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره وتحمي مصالح الشعب السوداني الشقيق، مؤكدة موقف المملكة الداعم لجمهورية السودان وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلام والنماء والازدهار.